استاذ ابراهيم، بس قبل ما تكمل على الفرز، من اخطر التوجهات اللي احنا عايشينها دلوقتي عمليه الاختباء في الجماهير. كل واحد عايز يعمل حاجه يجيب سيره الجمهور او يتملق الجمهور او انه يقول ده الجمهور كذا، وانت بتعتدي على الجمهور عشان يختبئ في الجماهير. خطوره شديده جدا. أربع على الأقل بالمثقفين اللي أنا أظن إن الدكتور مدحت واحد منهم. صحيح. أحدهم. الدكتور مدحت مثقف المفروض، لأنه راجل مش بس إن هو بيشتغل في صناعة هايلة زي السينما، لا ده راجل مؤلف وبيعمل حاجات لها قيمتها. ولذلك أنا مندهش جدا إنه إيه اللي يوديك في الحتة اللي تخسرك كتير، عمرها ما هتكسبك يعني. مثقف جدا، وعلى فكره برضو يمكن مناسبه ان احنا نحاول نعمل، وانا قلت جوده وقلت فاوت ضبط مصطلحات شويه. لما اختلفوا في تعريف الثقافه كان الـ 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 التعريف العام والاشمل ليها هي سلوك واسلوب حياه. ممكن تلاقي راجل فلاح بسيط جدا عنده ثقافه علامه على قده، مثقف في اسلوبه، في سلوكه، في نمط حياته، في فكره، حتى في الحياه. الثقافة مش اللي انت بترصه ده خالص. الثقافة مش معنى ان انا استخدم ده في تعالي او في فرز اجتماعي ما وابدأ اقول الاقح على جمهور تاني انه اللي كان بيحبه ده واحد غنى بحبك يا حمار. ده كلام، الكلام ده شعر فيه الفنان الشعبي الجميل سعد الصغير بنوع من التنمر، فرد على الدكتور مدحت. دكتور مدحت العدل يا جماعه، بقول نادي الزمالك مين اللي بيحييه؟ نجيب محفوظ، عمرو دياب، هاني شاكر. مين اللي بيشجع النادي الاهلي؟ سعد الصغير، طب بحبك يا حمار. بصوا يا جماعه، الدكتور مدحت بيدرس لنا احنا كفنانين، يقول لنا بص يا سعد، عايز تغني بحبك يا حمار، عايز تغني الكلب الاسد، غنيها جوه فيلم. اذا انت عارف يا دكتور ان اغنيه بحبك يا حمار دي صياغه جوه فيلم، يعني انت اللي بتعلمنا كده. لما انت تطلع بقى وتعيرنا بيها، شادي غنت الحمار صح يا دكتور؟ استاذ شكوك غنى الحمار رحمه الله عليهم. فدكتور انت كده بتعمل تنمر، عارف ليه بتعمل تنمر؟ لان انت يا دكتور كده بتغلط في الناس الغلابه. ليه؟ هقول لك ليه. دلوقتي الراجل الغلبان بتاع الفول ما يشجعش؟ ما تشجعش، لان انت لو شجعت هعايرك بيه. يلا اللي بتاع الفول بيشجعكم. يا دكتور اللي بتقوله ده، انت عايز تعمل فتنه ولا عايز تعمل ايه؟ وبعدين عايز اقول حاجه ليك انت بقى دكتور، انت اصلا ما تعرفش حاجه في الكوره، فانت ما ينفعش تطلع تحلل. سيب الدكتور طاس مع الناس العمالقه دي تطلع تحلل، انت راجل بتاع افلام وسيناريست وراجل منتج ومعاك فلوس، مالكش دعوه بالناس الغلابه، ما تخبطش في الناس الغلابه. وبعدين حضرتك دكتور ما تطلعش تتكلم في الكوره، اطلع اتكلم على الفريق بتاعك بس، مين حلو ومين وحش ودمتم على كده، ما تجيبش سيره النادي الاهلي. يا عم احنا واحد 41 بطولة. أنت عارف يعني إيه بطولة 41 بطولة؟ وبعدين بقول لك إيه؟ ما تخليك يا دكتور كده علم الناس، نعمل إفيهات على بعضينا. لو كنت نسيته أنا مش هنسى، 6-1 في شمرة 5، تروح أنت رد عليا بأي كده مداعبة كده يا دكتور، ولا ما تعرفش تعمل مداعبة؟ مش إحنا بنقفل على بعض؟ طب أقول لك حاجة، نص فرقة الزمالك كلهم أنا اللي عامل لهم فرحهم. وبيحبوني موت، إن عمري ما أغلط فيهم. تيجي نقفل على بعض؟ أعلمك تقفل إزاي؟ هقول لك تقفل إزاي؟ دي سكينة يا دكتور، بعد الشر عليك، بعد الشر لو عملت عملية وفتحت هينزل ايه؟ دم يا دكتور، طبعا دم احمر. يعني شوف، طبعا من حق الفنان سعد الصغير انه يرد ويكون مستاء. يعني انا معاه في الجزء الاولاني، ها، اللي متفق معاه تماما. الجزء الاخراني بقى دخلنا في شويه المكايده وبتاع اللي انا ماليش فيها، انما انا اللي عايز اقوله هذا لا يعطيك الحق يا دكتور ان تصف الامه ان ضحكت من جهلها الامم، لان الامه التي تتهمها بالجهل هي التي تعطيك هذه المكانه المتفرده كمثقف وكمؤلف. انا شخصيا كنت واحد من المعجبين بيك.
لا انت عندك موهبه وعندك قدره على الصياغه وعندك حاجات كتير، لكن للدرجه دي انت باصص للناس ان ضحكت من جهلها الامم. انا مستغرب ازاي يكتب الجمله دي وازاي يقولها وعلى اي اساس يعني.